بعد انقطاع 3 سنين راح ترجع شوجي تقدم برنامج مسابقات على قناة الراي. شوفوا برنامج شوجي تايم. برنامج المسابقات. أول مرة، تفضل يا فندم. يو يو يو، it's شوجي تايم. رجعت لكم مرة ثانية وأدري أنكم ناطريني مثل ما أنا ناطرتكم ببرنامج اسمه شوجي تايم. كل يوم برمضان نلعب نستانس، أتعود عليكم وتعودون علي يا معودين، ويلا خلينا نفوز. ولهت عليكم وايد. لا 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 يا جماعة، لا يا جماعة، أداء أعلى يا أستاذ. يعني أعلى شلون يعني؟ إيه متفضلي. يو يو يو، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج. أستاذ أنا حسبالي حلقة يا معود. حسبال إيه؟ أنا مش فاهم. أوكي، أستاذ ممكن بس شوي أنفس عن روحي؟ تفضلي نفسي. تفضلي. يو يو يو، this is شوجي تايم. في ألعاب وفي سيايير. تفضلوا يا جماعة ألعاب. ألعاب. الله. يو يو يو، خليكم معنا. ينني صدق ينني والله. ضحكت. ضحكت. يو يو يو، this is شوجي تايم. يا معودين نطروني على قناة الراي. يو 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 يا معودين، this is شوجي تايم. يو يو يو، اوكي 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 ما. يو يو يو، اوكي نطروني على قناة تلفزيون الراي. تلفزيون الراي. انتظروني على تلفزيون الراي، برنامج شوجي تايم وبس. الله الله يا جماعة، هو ده برافو يا أستاذ، برافو برافو. يلا شد النور بتاعك. خلاص فاهمين لا ده غلط، فاهمين لا ده غلط. يا أخي شوجي دش القلب. شوجي ما نصفقنا بطريقة عادية، شوجي صفقتين. شوجي على المسرح. هلا مساء الله بالخير، مهد علي ومساء الخير، حياكم علي معكم. يو 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 يو، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. هذه اللزمة مالت البرنامج. هذه اللزمة. يو يو يو، شلون طلعت وياك؟ والله ما ادري يا معود. يا معود بعد ثانية لازمة ثانية. شوجي 3 سنين غطيتي عنا في المسابقات، وتعودنا عليك السنين اللي طافت بالمسابقات تبدعين معنا. شنو اللي جديد في شوجي تايم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم كلكم. شوجي تايم هو فكرته بالبداية فكرة برنامج مسابقات، هو شوجي اشتغلنا عليه في سنة 2009 أنا وأخوي فهد، كان من إعداد البرنامج. فهالسنة رجعنا في نفس الفريق تقدر تقوله. طبعا الحمد لله يا رب تلفزيون الراي بعد ما قصروا، واستاذ عامر الصباح بعد ما قصر، فالحمد لله يا رب. هالسنة بنسوي شوجي تايم، برنامج مسابقات، نلعب نستانس ونفوز والألعاب عليه. شنو الألعاب هذه اللي راح تكون موجودة؟ الألعاب يعني إحنا ما راح نروح وايد بعيد عن اللي تعودون الناس من شجون. أنا كنت مصر إن المسابقات أغلبها تكون تفاعلية ما بين شجون والمتصلين. ما راح يشوفون شاشات وتكنولوجيا عالية وأشياء يعني يعني توخر شجون عن الشاشة. شجون راح تكون على الشاشة ساعة ونص. الناس لأن أدري والهانين عليها بعد قطعة 3 سنين يبون يشوفونها، يبون يلعبون معاها. نبي نفسفس بالحلال. بالضبط. عندنا جوائز بنفسفس بالحلال. أنا يمكن معلومة ما تدرون عنها، جوائز شوج السنة راح تكون سيارات وراح تكون كاش. طبعاً طبعاً، عندنا كاش، عندنا سيارات، عندنا آيبادات، عندنا آيبادات، عندنا فاوتشرز وايد. شوج أنا يطري علي في واحدة من حلقاتك مسابقاتك القديمة بحلقة القرقيعان. يوتش الفانز عندك. yes. توعدينا الحين مع المشاهدين ان في حلقة حق الفانز راح تكون بإذن الله. اكيد اكيد بإذن الله حلقة القرقيعان في احتمال كبير هم يكون في عندنا مسابقات يتفاعلون فيها معنا. يعني ممكن اللي يدش عندنا مثلا SMS برقم معين يكون عنده فرصة انه يدش معاي يكون بالاستديو. وانت بعد ترى ذس از حصري، راح يجيك انت موجود معاي، راح تطلع راح في حلقه ان شاء الله. راح يجيكم ان شاء الله. حبيبي حبيبي. يو 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 شوجي. يو يو يو. فهد عاش من شافك وموفقين ان شاء الله. مشكور حمد. لا عليك. ثانك يو فيري ماتش. حياكم. يو يو يو. شكرا على خير.